انتم ما تسمعوا في سبيحنا هكا متواصله معكم العشره متاع سبيح. مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو على مهرجان سوسه الدولي، معنا مدير المهرجان رفيق الغربي. صباح الخير. صباح الخير، شنو احوالك؟ مرحبا بك سي رفيق الغربي، انت مدير مهرجان سوسه الدولي في دورته 57. رغم الظروف الصعبه والحاله الامنيه وبعد عمليه سوسه الارهابيه، اليوم عرض الافتتاح تمايور للتاهر الجيزاني. ساعه خلينا نحكيو ساعه على الظروف الامنيه والمناخ العام لسوسه والمهرجان. ان غرو لاباس، معناتها احنا ديجا مغير اللي صار لنا مالوريزمون في سوسه الايامات اللي فاتت، كنا متحضرين. الناس الكل تعرف اللي يلزم واحد يكون حاضر بلوتو امنيا هالايامات، والاحداث اللي وقعت خلاتنا بيان سور نكونوا متحضرين اكثر. دونك وقعت اجتماعات واضحه مع الامنيين ما بينات بعضنا، احنا زاد محضرين روحنا بالكدا كما العاده، وما فماش علاش الجمهور معناتها هو عاطي فينا ثقته وتحت مسؤوليتنا. دونك معناتها باش تقع عروض رايضه، مانيش نشوف في حاجه سبيسيال. عندكم مشاكل مع العروض الاجنبيه ولا لا معناتها سي رفيق؟ فما تم الغاء عروض ولا لا في اللحظه؟ الوقت الحاضر ما فما حتى الغاء الوقت الحاضر. ربي قدر خير. متفائلين ومكملين القدام، ما فماش علاش معناتها اذا كان واحد باش يبدا يخمم في امور كيما هذه باش يفقد التركيز. جوستومون دونك جو بريفير نكملوا نخدموا من غير تخمام برشا. تري بيان. عرض الافتتاح اليوم تمايورس للتاهر الجيزاني، هل هو تكريم لابن الجهه بعد فوزه بجوائز ايام قرطاج الموسيقيه؟ لا مش بالضبط، على خاطر احنا قبولنا العرض طاهر جيزاني وقع قبل ما يقدم برنامجه لأيامات قرطاج الموسيقية، وتفهمنا كونه باش ناخذوه ديجا هو الإيتا بروت معناتها تاع برايف وبرا. رينا فيه كونه معناتها في خدمة متاع طاهر. وبون طاهر جيزاني ولا فما ناس اخرين معناتها كيما العرض اللي باش يكون ساكسوفان، ولا هما أعمال فيهم حاجة جديدة منا ولا منا نوع من الإبداع نقبلوهم. بريسك نقول من واجبنا كونو نكونوا موجودين معناتها نحلوا المجال النوعية هذه من العروض. هل باش تتبدل الفورمان نتاع العرض ولا باش تقعد كيما هي معناتها كيما تفرجنا فيها في أيام قرطاج الموسيقية وفي سوسة وفي مسرح البلدي؟ ستادير هو دو توت فاسون عرض وقت يقع في فضاء كبير اون بلانير معناتها ديما يغير شويه، كو سوسوا او نيفو نتاع الاضواء ولا الميزون سين الكوريغرافي وان بلوس الصوت، ديما فما نكهه اخرى سورتو في مسرح سيدي ظاهر معروف، معناتها منظر سبيسيال ياسر معناتها الفون دو مير وراه وكل. دونك نتصور باش يكون عنده نكهه اخرى العرض هذا. صابر الباعي تقريب العنوان كبير في المهرجان بعد غياب طويل على مهرجان سوسه الدولي هكا ولا؟ اي غياب طويل، لما منا ولا منا احنا صارينا ديجا ثم فنانين من الاول بدينا لي كونتاكت معهم من وسط العام، منهم صابر الرباعي بيان سور لو فات اللي وصلنا معناتها عملنا معها العقد هذا باش يخدم معنا في مهرجان السوسه الدولي حاجه باهيه معناتها. واضح لاحظنا سي رفيق انه فما اعمال تجاريه طاغيه على المهرجان. هل انتم تخموا في الفلوس، تخموا باش ترجعوا المصاريف نتاع العروض نتاعكم التكلفه نتاعكم هذا السوسي نتاعكم؟ هو شيء عادي جدا كونه مهرجان يخمم في الموازنه الماليه في الاخر، معناتها البيلون فينونسي نتاعو شنو؟ ماهوش معقول زاد باش نخليه مهرجان بديون ولا دونك عروض تجاريه سا ديبون. انا عندي انا عرض كما تقول انت ما تكون لا اذا كان ما يتكلفش ويدخل برشا فلوس. اما اذا كان تكلف برشا فلوس ويدخل برشا فلوس معناتها قد بطاقة استيعاب مسرح ما تفوتش 2000 بلاصه، ما يتسماش عرض تجاري دون لو سونس كانوا باش يربحوا منه. خاطر فما اسماء يعني تجيب برشا فلوس في المهرجان. ما تكلف برشا فلوس في الوقت، انا هي العمليه معناتها الايديال هي اللي ما تكلفش فلوس ودخل برشا فلوس. دونك ممكن انت تقصد سعد المجرد ولا هكا؟ سعد المجرد، حسن الديك، صابر الباعي، نور شيبه، لطفي العبدلي، معناتها هذوما اعمال تجاريه ممكن معناتها تغطي لكم المصاريف. ماهوش فرد سومه صابر الباعي. لا نحكي لك معناتها يجيبوا جمهور يعني. هو استقطاب الجمهور ساعه انديبوندامون من نوعيه العرض هو المبتغى، ستادير اذا كان عرض ما جاب الجمهور سيكو فما عمليه نوعا ما فما خلل ديسفونكسيونمون. ماذا احنا الاختيارات نتاعنا الكل كانت ابري باش
باش نمسوا الشريحه الكبيره نتاع الجمهور سوسه، ولا الجمهور اللي يحب يجي، ما فماش كان من سوسه. اما في اختياراتنا حاولنا باش نكونوا عادلين، مانيش انا اللي باش نجي نقول هذاك باهي ولا هذاك خايب. بالنسبه لي انا، اسكو الفنان قادر باش يعمل عرض من الاول للاخر؟ القيمه الفنيه لازم تكون محترمه، ما نهبطوش مثلا، ما نبعدوش على الفوكاسيون بتاع مهرجان صوت الدولي، اللي هو انا بطبيعتي كموسيقي ما نسمحش لروحي باش نعدي فنان ما يعرفش يغني ولا يسو. انا ماناش في السيما هذا. اما يلزمني من جهه اخرى نحترم الاذواق، نجم نكون انا عندي فكره معينه على برمجه، اما مش معناتها كون البرمجه هذيك باش تعجب العباد. دونك جو بريفير نحط روحي بلاصه جمهور سوسه. واضح رفيق الغربي، بالتوفيق لمهرجان سوسه الدولي دورته 57، وان شاء الله يتم في ظروف طيبه ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لك رفيق الغربي، كنت معنا من سوسه، حكينا على مهرجان سوسه الدولي دورته 57. هذه صباحنا هاكم، تواصل معكم العشرة متاع الصباح.